عن تطورات المشهد في السودان واتهام مستشار قائد قوات الدعم السريع للجيش بالاستعانة بإيران في الصراع، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي. أستاذ الصادق، مرحبا بكم. في كلمة متلفزة للبرهان في عيد الجيش لم يشر فيها إلى أي حوار محتمل مع حميتي، ما دلالات ذلك أستاذ الصادق؟ أولا، دلالات ذلك أن قائد الجيش الآن يقرأ الواقع اليومي، الواقع السياسي وانعكاسات هذه الحرب على المجتمع، خاصة أن هذه الحرب يعني أفرزت إفرازات سالبة جدا وكانت فيها ظواهر لم يشهدها ولم يألفها السودان، وهي يعني تتناقض تماما مع قيم وأخلاق أهل السودان، خاصة الاعتداء على المواطنين ونهب وسرقة البيوت وتقتيل وتشريد الملايين من السودانيين. فلذلك هو في خطابه السياسي اعتمد على حقيقتين أساسيتين. أولا، الحقيقة الأولى أن الشعب السوداني كله الآن يرفض تماما محاورة التمرد أو الوصول إلى تسوية أو تصالح مع التمرد، بل الشعب السوداني الآن يريد القضاء قضاء كامل ومبرم على هذا التمرد. فلذلك هو راعى هذا الاعتبار، لأن هذا هو اتجاهات الرأي العام داخل السودان. الشيء الثاني، هو يشعر أن التمرد، طبعا التمرد استهدفه هو شخصيا، أول ما هاجم مقر إقامته، وتفاعلات هذه الحرب داخل الجيش السوداني ورفض الجيش السوداني حتى لفكرة دمج الدعم السريع في الجيش وفكرة وجود جيشين في الدولة، والأسباب التي أدت للصراع هي الاعتبار الثاني أو العامل الثاني الذي دعا البرهان إلى أن يقول ما يقول، وأنه ينحى إلى التشدد وإلى عدم التصالح وعدم التفاوض وعدم لقاء المتمردين وعدم عقد أي تسوية أو صفقة معهم. فأنا أعتقد أنه هذين الاعتبارين هما السبب الرئيس في أن البرهان لم يشر ولا إشارة واحدة إلى المفاوضات أو إلى التصالح. أستاذ صادق، اتهامات متبادلة، وأيضا هناك تصريح واضح وصريح لمستشار قائد قوات الدعم السريع بأن الجيش يستعين بالإيرانيين ضد الدعم السريع، ما صحة هذه الاستعانة أستاذ الصادق؟ لا أعتقد أن ذلك صحيحا. وطبعا معروف أن العلاقات السودانية الإيرانية علاقات مقطوعة منذ عهد الرئيس البشير من 2016-2017، والسودان قطع علاقته بالكامل مع إيران، والسودان دخل في محور مناهض لإيران في الفترة الماضية، ولم يتم إلا لقاء تم على هامش مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في أذربيجان قريبا، حيث التقى وزير الخارجية السوداني بوزير الخارجية الإيراني، وهو لقاء لم يتجاوز التحايا والرغبة المشتركة في استعادة هذه العلاقات. ولأن الجيش نفسه والدعم السريع نفسه خاض حرب اليمن، كان في محور هذا المحور بدأ يتصدع طبعا، والمملكة العربية السعودية أعادت علاقتها مع إيران، ولم يعد هنالك ما يبرر هذا الموقف من السودان. لكن حسب ما أعلم أن السودان لم يتقدم خطوة واحدة تجاه إيران، ولا يمكن بطبيعة الأشياء وبطبيعة الأحوال أن علاقة كانت مقطوعة وأن البرهان نفسه دخل في علاقات مع العدو الصهيوني، مع الكيان الصهيوني. أستاذ الصادق، ما الهدف من هذا التصريح؟ الهدف من هذا التصريح هو محاولة تشويه موقف الجيش ومحاولة إيجاد وقيعة، خاصة أن الدعم السريع الآن ينظر إلى الموقف الأمريكي كأنما الموقف الأمريكي الآن داعم لخط الجيش، ويشعر أن الموقف الغربي والموقف الأمريكي الآن أكثر تشددا تجاه وجود جيشين تجاه الدعم السريع نفسه. فلذلك يريد مستشار قائد الميليشيا المتمردة أن يحدث هذه الوقيعة وأن يشوش على صورة الجيش في الغرب أو صورة الجيش في الإقليم. ولكن أعتقد أنه رهان خاسر وقضية سمجة لا تحتاج حتى إلى رد، لأنه
معروف طبيعة العلاقات بين الدول كيف تنشأ وكيف يتم الاستعانة به، ولا يمكن للعلاقة السودانية الإيرانية أن تتجاوز السنوات القطيعة كله وتتجه نعم. إيران إلى دعم الجيش مباشرة والدخول مع الجيش في تعاون عسكري أو مساعدة الجيش السوداني. فهذه كلها طروحات لا يمكن أن نقيم لها وزنا ولا يمكن أن ننظر من خلال أحكام، وهذا هو التخبط والأسلوب الطائش الذي تنتهجه ميليشيا الدعم السريع في صراع السياسي وفي الخطابة أيضا السياسي والإعلامي. أستاذ صادق، دخول الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو بقوة على خط الأزمة، هل هذا التدخل سيؤثر على وحدة السودان؟ طبعا هذا التدخل مؤثر. حركة عبد العزيز الحلو حاولت أن تستغل الموقف، حاولت أن تكون انتهازية أكثر مما يجب، وشعرت أن الجيش السوداني الآن منشغل بالصراع، منشغل بالحرب، فأرادت أن تحقق مكاسب على حساب هذه الحرب، رغم أنها موقعة اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار في منطقة جنوب كردفان. ولكن القضية أكبر من ذلك، أن حركة عبد العزيز الحلو هي واحدة من التحالف الذي نشأ بين الدعم السريع وبعض القوى المدنية، وهذا التحالف أشرفت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن قوات عبد العزيز الحلو كانت مشاركة مع اللواء حفتر في حربه في ليبيا. نعم. وأرسل عبد العزيز الحلو 1500 جندي من جنوده في 2019 و2020 للقتال لصالح حفتر، وكان ذلك بترتيب إماراتي، وكانت الإمارات تمول هذه العملية. نعم. فأنا أعتقد أن عبد العزيز الحلو لا يزال فاعلا في التحالف الذي ربطه مع حميتي وربطه مع ميليشيا الدعم السريع. نعم. فلذلك يريد أن يخفف الضغط على ميليشيا الدعم السريع في حربها في الخرطوم، ويريد فتح جبهة في جنوب كردفان حتى يستنزف قوة الجيش وحتى يفتح جبهة جديدة. هذه الجبهة هي محاولة لتشتيت طاقات الجيش السوداني وتشتيت العمليات وإضعاف الدولة السودانية، وربما يؤدي ذلك حتى إلى تقسيم السودان أو تقسيم هذا الجزء من السودان. من اسطنبول، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي، شكرا جزيلا لكم.